عليكم شباب، معاكم اخوكم احمد نشيد دراك لورد ويا حمود ديفلز جيم ديفلز كوميونيتي ديفلز اوبس ديفلز دوت نت حفظتونها. واليوم عندنا شيء جديد، حابين نسوي لينك فيديو حق فيديوهات الباقي الباقي الخاصه بكل زون. اذا ضغطتون على الفيديو اللي انا قاعد العبه الحين، اذا تشوفون اسم دراك لورد راح يوديكم حق المونتاج اللي سويته، الديتاج الخاص بكل زون 3، المونتاج ويا الايديت وكل شيء، اللعب كل شيء في يوم واحد. اتمنى انه يعجبكم. اذا ضغطتوا على الفيديو اللي في هون اللي هو علي صار فوق، بس روحوا حق الفيديو الكومنتري اللي راينا عن كل زون 3 البيتا دول تاج، انا ويا حموز، اضغطوا على اسم حموز. واخر شيء نروح حق اخر فيديو سوبرا، اذا ضغطتوا على فيديو سوبرا ما سوى شيء لحين لحد الحين، بس هاي اول فيديو يسجله بالاتش دي في ار. اذا ضغطتون على اسم سوبرا او على الفيديو اللي فيه سوبرا راح يوديكم حق عراقي هانتر، راح يوديكم حق قناه ديفلز كوميونيتي. واخوي عراقي هانتر سوى كومنتري رايه بلعبه كلزون 3 البيتا، اتمنى انه يعجبكم. اضغطوا على واحد من الفيديوهات، اضغطوا على اي واحد من الفيديوهات. اتمنى ان مونتاج الدول تاج الدول كومنتري قصدي ويا كومنتري عراقي هانتر يعجبكم. بس اضغط على واحد بس بس يلا اضغط. ايش قاعد تنطرون؟ ضغطوا اضغطوا شباب، بس ضغطوا لا تطالعون شيء، ما في شيء. خلاص كمل الفيديو، اضغط على اي فيديو. صدق انا العب زين ترى. فيد اوت فيد اوت. يلا نشوفكم في فيديو ثاني. مع السلامه. سبسكرايب ديفلز جيم ديفلز كوميونيتي ديفلز اوبس ديفلز دوت نت. مع السلامه.